عشرات الآلاف داخل ميدان التحرير يطالبون بتسليم السلطة لسلطة مدنية. الآن قدمت حكومة شرف استقالتها، ما وقع هذه الاستقالة على من بداخل التحرير؟ هل يرون أن هذه خطوة لإنهاء الأزمة والعودة مرة أخرى من ميدان التحرير أم ماذا؟ هذا ما سنعرفه من خلال هذه اللقاءات التي سنجريها مع من يقف الآن في ميدان التحرير. في خبر استقالة حكومة شرف الآن، رأيك يعني وقع الخبر عليك ايه اولا؟ لازم تستقيل، مش عاملين اي حاجة، مش عاملين لنا اي حاجة ولا شفنا اي جديد. طب انت في رأيك ان خطوة الاستقالة دي خطوة لحل الازمة اللي موجودة دلوقتي؟ لا، الجيش طنطاوي لازم يمشي. مدنية الدولة. مدنية الدولة. مدنية الدولة اهم حاجة. مدنية الدولة قصدك ايه؟ مدنية الدولة. مدنية الدولة مصر معروفة طول عمرها اللي هي مدنية عسكرية، نجرب المدنية، نجرب مدنية يعني الدولة. دلوقتي الناس تجمعت جوه ميدان التحرير علشان الناس ترجع تاني بيوتها، ايه المطلوب؟ خطوات عملية، اديني خطوات عملية. مدنية الدولة. نعم. تحديد موعد لتسليم السلطة. تحديد موعد لتسليم موعد. هتيجي حكومة غير حكومة عصام شرف، برضه نفس اللي حصل مع عصام شرف هيحصل مع نفس الحكومة اللي هتيجي. طب في رأيك ان الحكومة القادمة لكي تكون حكومة مؤثرة في الشارع، تكون حكومة الشعب طالعة من هنا من ميدان التحرير، تكون حكومة من هنا من ميدان التحرير، مش تكون حكومة زي حكومة عصام شرف كلها. عصام شرف خرج من ميدان التحرير. لا بس كل اللي كانوا معاه هو اتفرض على ميدان التحرير. لحظة، هو اتفرض على ميدان التحرير. عصام شرف اتفرض على ميدان التحرير، مش حد اختاره، هو جه هنا نصب نفسه من هنا، بس اللي اختاره مين؟ المجلس العسكري. بس بناء على ترشيحات من القوى الثوريه. المهم لو لو ما لو, قدرش لو قدرش هناك اسماء ضعيفه قدام طنطاوي. طيب لو هناك اسماء في ذهنك مقترحه لتشكيل الحكومه المقبله اللي تختاروا الشعب والقوى السياسيه المحترمه اللي يمثل الشعب نختاره. انما هل في اسماء مطروحه الان في ميدان التحرير؟ والله اللي تطرحه القوى السياسيه احنا ويوافق الشعب هنختاره، ما وافقش الشعب مش هنختاره. طيب رأي حضرتك في قرار ان الحكومه قدمت استقالتها للمجلس العسكري؟ انا اول مره اعرفه دلوقتي، بس احنا عاوزين حكومه ائتلافيه. فكره الاول الخبر ده، هل ممكن الخبر ده يهدي الامر شويه في النادي؟ لا ما افتكرش احنا عاوزينها مدنيه. ما افتكرش احنا عاوزينها مدنيه، وعاوزين اللي يمثل الشعب في الفتره الانتقاليه الجايه حكومه انتقاليه ائتلافيه. يعني دلوقتي لو تم تكوين حكومه انتقاليه جديده، هل من الممكن وهذه الحكومه مع وعد بنقل السلطه بميعاد لنقل السلطه؟ يبقى في ميعاد محدد لنقل السلطه. بالظبط كده. لكن خطوه تغيير الحكومه، يعني خطوه ان الحكومه تقدم استقالتها، اليست خطوه ايجابيه في سبيل التغيير؟ اكيد خطوه حلوه طبعا، اكيد ده خطوه 100 اللي حصل ده خطوه 100 وهيحصل بكره وبعد وكل يوم هيحصل يعني. وهم عايزين يزوروا مش عارفوا يزوروا، كل يوم في تحرير وكل يوم في ميدان التحرير، عشان احنا في احتلال اصلا يعني. انت رايك الحكومه اللي جايه مين مفترض يكون موجود فيها؟ على حسب الناس اللي هتقول عليه، على حسب الناس اللي بتصلي وبما يرضي الله، مش الناس اللي هي بتسكر ودايره في الكاميرات ودايره هنا. انا بطالب ان بلدي احسن واحد يمسك رئيس الوزراء دلوقتي، لان البلدي عنده الامكانيه ويقدر الناس تقف وراه، وما يقدرش يشتغل والناس بتضغط فيه فوقيه، يعني راجل محترم، وحتى اسرائيل ما قدرتش تقف ضده ايام الوكاله الدوليه، فده الراجل الامثل اللي هو يمسك دلوقتي، ومش مش هيضغط عليه خالص، وهيقف وهيجي في ميدان التحرير. راي حضرتك في فكره ان الحكومه قدمت استقالتها، هل ده شيء ايجابي؟ دي كلها افكار قديمه، ودي ده تفكير سلبي وليس ايجابي. احنا مطلبنا معروف جدا وكان بسيط، وكان ممكن الامور دي كلها ما تتطورش التطور ده كله لو ان المجلس العسكري كان حدد ميعاد انتخابات الرئاسة زي ما جينا واجتمعنا وقلنا جمع مجلس الشعب وبعد كده رئاسة، ما عملش كل دوت وما هداش الناس. لا، كل شهرين الدستور هيتعدل فوق دستوري، بعد كده لا ما فيش خلاص، بعد كده يا جماعه فوق دستوري. لا، احنا جايين هنا عشان نمشي المجلس العسكري فقد شرعيته مع ضرب الناس اكتر من 25 بقى بيحصل ضرب الناس ومتظاهرين وتعوير وموت. ليه كل ده؟ ليه؟ ليه؟ ليه طنطاوي ما ترحمش الناس؟ ليه؟ ليه؟ هل فكره تشكيل حكومه جديده والمطالبه هل ممكن تهدي الامر؟ دي نكت سخيفه واحنا مش موافقين بيها ابدا. الناس جايه كلها هنا علشان الشعب يريد اسقاط المشير، الشعب يريد اسقاط المشير، الشعب يريد اسقاط المشير، الشعب يريد. اذا يعني نحاول استطلاع الاراء داخل ميدان التحرير حول فكره تقديم الحكومه استقالتها ورد فعل من متواجدين حاليا داخل ميدان التحرير حول هذا الامر. الشعب يريد
من داخل التحرير، ميدان التحرير، مدنية مشاهد شرارة الجزيرة مباشر مصر. مدنية. لازلنا في استطلاع رأي من في التحرير حول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف. رأيك في يعني القرار اللي خرج من شوية في ان حكومة الدكتور عصام شرف قدمت استقالتها؟ الإشكال مش إشكال عصام شرف ولا حكومة عصام شرف، الإشكال دولة، بلد، وطن، أرض، أرض حرية. عايزين حرية فعلا، عايزين ناس حقيقية، مش عايزين داخلية حرامية، مش عايزين خارجية مش عارفة تشوف شغلها خارج البلاد، مش عايزين إسرائيل، مش عايزين صهيونية، كل ده احنا مش عايزينه. عايزين الأرض، الوطن بتاعنا، عايزين حريتنا احنا، عايزين الدماء بتاعتنا اللي بتروح والشهداء وده وده، ده اللي احنا عايزينه. من قبل ان داخلية حرامية، خارجية مش عارف ايه، عسكرية مش عارف ايه، كل ده كله كلام فاضي، كله كلام فاضي. عايزين ناس احرار فعلا. رايك في يعني افضل من يعني يتم اختياره في الحكومة المقبلة؟ ايه العناصر المهمة اللي تكون موجودة في لحد ما اعرفش، مش عارف، مش عارف، مش عارف. يعني هل يعني تفضل الشباب ام الخبرة؟ الشباب، عقلية الشباب، الشباب، عقلية الشباب، الشباب، الستينات والسبعينات والثمانينات دي خلاص، دي ناس عندها زهايمر، دي ناس عندها زهايمر، دي ناس عندها زهايمر، ما تنفعش. رأيك في استقالة حكومة الدكتور؟ أنا موافق على استقالة الدكتور عصام شرف، أنا موافق عليها جدا 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 وأبصم بالعشرة. هل شايف إن الخطوة دي ممكن تهدي الشارع في التحرير؟ لا، مش هتهدي الشارع، اللي تهدي الشارع حاجة واحدة بس، استقالة العسوي وتغيير الحكومة كلها. هو الحكومة قدمت استقالتها؟ الحكومة بعساكرها، بظباطها، بعمدائها، بكل بعقدائها، بكل حاجة. هي الحكومة قدمت استقالتها بالفعل؟ الحكومة كلها قدمت استقالتها بالفعل. أنا مش عايز رموز، ما في ناس تحت الرموز دي بتشغل الدنيا. هي الرموز ديت ماشي، انا معاك ان هي تمشي. طب انت شايف الافضل، الافضل عن يعني تشكيل الحكومه الجديده في رايك مين الشخصيات اللي ممكن موجود فيها؟ الانتخابات من المجلس الثوري، من انتخابات من مجلس 25 يناير. فين المجلس 25 يناير؟ الشباب الثوره هو اللي ينتخب الناس ديت. ومن الشباب فين شباب الثوره؟ يعني شباب الثوره موجودين كلنا في الميدان، كلنا في الميدان. يعني الميدان هو اللي هيختار الناس اللي هتصوت الحكومه؟ انا عندنا ناس كتير نضاف، والشباب اللي طالع كله نضيف وزي الفل، بس عايز حد يساعده. انت في رايك فكره ان الحكومه تقدم استقالتها ويبقى في حكومه جديده، هل ممكن ده يجعل الشباب تهدأ وان التحرير يعود مره اخرى؟ الشباب هيادوا، الشباب هيادوا، بس عايزين نعرف اخره المحاكمات ايه. هم نايمونا نينا، ولا عارفين ايه اللي بيحصل في المحاكمات، ولا عارفين حد استقر على ايه، ولا حد خد ايه، كلنا كله كلام تسكين وكله كلام زي البنك. طيب رأي حضرتك في ان الحكومه قدمت استقالتها، دكتور عصام شرف حكومته قدمت استقالتها؟ انا رايي ان الحكومه نفسها مش مشكله، المشكله ان تيجي حكومه ليها صلاحيه كامله، ويا ريت يكون رئيس الحكومه دي الدكتور بلدي، لان الراجل ده مدني ويقدر ينظم الدوله ويقدر يجيب ناس طاهره ويشيل الفساد من البلد. وتاني حاجه عايز اقولها، الناس دي كلها جايه هنا، اي حد هيمس حد من الثوار او اهاليهم او المصابين، كل الناس دي هتبقى شهداء في سبيل اي ضفر واحد في الثوره. بنفهم المجلس العسكري وبنفهم اي حد مهما قلت رتبته، ان اي حد هيمس الثوار او اهليهم او المصابين، ملايين من الشهداء منتظرين. شكرا. راي حضرتك في استقاله حكومه عصام شرف؟ لا، ما احنا عايزين المجلس العسكري، المجلس العسكري. عايزين ايه المجلس العسكري؟ المجلس العسكري يستقيل، لان هو اللي ورا فلول النظام الاولاني. يعني يستقيل دلوقتي، ثواني بس عليك، يستقيل دلوقتي ولا يحدد موعد لانتخابات الرئاسه؟ بعد الناس اللي ماتت دي في ميدان التحرير يستقيل. طب ومن يتولى شان البلاد؟ الثوار، الناس اللي في التحرير اللي ماتت دي. كيف يتم اختيار من يعني من ميدان التحرير؟ زي ما عصام شرف طلع من ميدان التحرير. هو عصام شرف عمل ايه؟ عصام شرف طلع من التحرير، وايضا هيطلع غيره اصلح، هيطلع غيره اصلح. هو الراجل قال لك انا مش عارف اشتغل، هو الراجل قال انا مش عارف اشتغل. يعني انت شايف ان خطوه استقاله الحكومه ممكن تهدئ الشارع؟ لا لا، مش هتقضي الحاجه في الشارع، بل هتزود من نار الشارع. راي حضرتك في استقاله حكومه الدكتور عصام شرف؟ وحضرتك هو في حكومه بتروح حكومه بتيجي، المشكله مش ان الحكومه بتروح الحكومه تيجي، المشكله اللي احنا عايزين دلوقتي انتخابات في اقرب وقت ممكن. الانتخابات يوم 28. ما حضرتك، ما احنا مش عارفين هيكون في انتخابات ولا لا. ما حضرتك الجيش حاطط لنفسه خطه في 2013 ان هو يمشي، الكلام ده ما ينفعش. احنا عايزين اقصى حد، اقصى حد 6 شهور
يكون في حكومه جديده، يكون في رئيس. لكن دلوقتي فكره ان الحكومه تقدم استقالتها هيبقى في حكومه جديده، هيكون في حكومه جديده في غضون ايام اكيد. ما حضرتك انت كم حكومه استقالت من اول ما من اول سقوط الرئيس؟ كم حكومه استقالت؟ ثلاث حكومات. كم حكومه كم وزير داخليه يجي؟ مش دي المشكله، احنا محتاجين الجيش يعمل حدود، محتاجين الشرطه علشان تحمينا من البلطجيه وتحمي بيوتنا. احنا عايزين حكمه، احنا مش عايزين المشير يسقط، لا احنا عايزين انتخابات في اقرب وقت، والحكومه اللي هتيجي تشيل المشير. تقصد انتخابات برلمانيه ولا رئاسيه؟ الاثنين، برلمانيه الاول بعد كده رئاسيه، دي الحكمه. مش الحكمه ان احنا نسقط. طب بعد لما المشير يسقط فين الجيش؟ ما احنا دلوقتي في دلوقتي احنا حضرتك احنا مهددين بخطر 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 خارجي. لما المشير يسقط مين اللي هيحمينا؟ طيب سؤال، يعني في رايك لو في حكومه جديده، من ايه العناصر اللي تكون موجوده في الحكومه؟ نعم، رايك مين العناصر اللي ممكن تكون في الحكومه الجديده يقبلها الشارع المصري؟ احنا حضرتك مش عايزين حكومه جديده، احنا عايزين سرعه اجراء الانتخابات، عايزين سرعه اجراء الانتخابات. رايك في استقاله حكومه الدكتور عصام صالح؟ هي المشكله مش في الحكومه، المشكله ان مفيش امن في الشارع. يعني الوقت هتعمل انتخابات ازاي من غير امن؟ يعني ده منظر هتعمل فيه انتخابات؟ المشكله مش في الحكومه، هات لي اي حكومه بس هات لي الامن. المهم الامن ينزل الشارع. مش الامن ده مسؤوليه الحكومه؟ المفروض. انت دلوقتي جبت عصام شرف، عمل ايه عصام شرف؟ شيل عصام شرف، هات لي حد يعمل امن في الشارع. تقترح مين الشخصيات اللي ممكن تقترح؟ معرفش، هم المفروض يعرفوا. وبعدين دلوقتي عصام شرف بيعمل ايه؟ ده موظف المجلس العسكري، هو اللي بيحكم. المجلس العسكري هو اللي يوفر الامن للناس. هو بس حضرتك في حاجه صغيره، هو لازم تجينا حكومه على مزاجهم. احنا عايزين حكومه من الثوار. ازاي؟ يعني عندنا مثلا رؤساء الاحزاب، عندنا المرشحين. هل رؤساء الاحزاب من الثوار؟ معظمهم، بس هيكون قلبهم على البلد اكتر من عصام شرف وامثاله. ده نمره واحد. نمره اتنين، هو ليه احنا قعدنا تسع وطلع اعلان دستوري بيقول فيه ان ست شهور اسلم البلد، وفرقونا ما بين نعم ولا، وقلنا خلاص ماشي الشعب قال كلمته نعم، في خلال ست شهور هنسلم البلد. سلمت البلد، المفروض انك تيجي ست شهور تسلم البلد، انت ما سلمتش ليه؟ تاني حاجه بتعمل اللهم صل على محمد انتخابات في ست شهور، عمر حضرتك شفت في انتخابات تقعد ست شهور؟ في رايك ايه اهم العناصر المفروض تكون موجوده في الحكومه الجديده كي يقبلها الشارع؟ من الثوار، بمعنى انك ممكن تجيب انا مش هختلف عن مين، انا لو جابوا لنا اي حد من الشعب يمسكنا او يحكمنا احنا موافقين عليه، بس يكون مواطن معروف ان هو ملوش خلفيات. يعني اتضح ان عصام شرف بعد ما جابوه وضحكوا علينا بيه وقالوا لنا ان هو الراجل ده من دار التحرير، طلع ان هو كان عضو في لجنه السياسات. لكن عصام شرف من قدم اسمه للمجلس العسكري هم الثوار، الثوار هم قدموا لسه بالاسماء. لا 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 لا. وكان فيها الدكتور عصام شرف. هقول لحضرتك على حاجه صغيره، من السهل جدا دلوقتي ان احنا نجيب 300 400 بلطجي او 300 400 واحد موالي لينا، ونشيل واحد ونجيبه وننزل بيه من دار التحرير ونول ده من الثوار. احنا عصام شرف ما شفناهوش، احنا شفنا ناس كتير. لو عايز لكن هناك من راى دكتور عصام شرف في ميدان التحرير من الدكاتره والاطباء الذين خرجوا معهم من جامعه القاهره، فهو كان بالفعل في ميدان التحرير. لا هقول لحضرتك على حاجه صغيره، هو احنا هنا موجودين دلوقتي، لو بصينا لقينا مجموعه شايله واحد وبتجري بيه وداخله بيه، احنا كلنا اذا لو تم اختيار احد الثوار من الممكن ان ياتي احد لم يكن من الثوار. بص احنا عندنا ناس معروفه اسمائها، امثال مثلا تقدر تقول مثلا مش هنختلف يا جماعه، البرادعي، ايمن، الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل مثلا، يعني اي حد انا بقول من الشعب. طب في رايك لو تم تشكيل الحكومه بهذه الاسماء، هل من الممكن ان التحرير يهدأ؟ ده بالعكس، ده هو لو شكل حكومه من الاسماء دي، مش برادعي بس، كل الناس، نجيب الناس اللي احنا حاسين كمواطنين. يعني تم تشكيل الحكومه هيهدأ التحرير؟ بالسلامه كده، بس بشرط ان الحكومه دي تكون ليها صلاحيات. اي حكومه من الشعب تيجي وتكون لها صلاحيات اهلا وسهلا بيها. جميل، رايك في استقاله حكومه الدكتور عصام شرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو المشكله مش في عصام شرف او اللي هيجي غير عصام شرف، المشكله زي ما قال الاخ اللي فوق من شويه، ان المشكله ان هل الحكومه دي هل ليها صلاحيات سياسيه؟ هل ليها صلاحيات تنفيذيه؟ كويس، هل تقدر فعلا تحقق مطالب الثوره ومطالب الشباب اللي نزلت من يوم 25؟ كويس، ولغايه دلوقتي لسه مطالب الثوره ما اتحققتش. هل مصر فعلا محتاجه حكومه جديده، ولا محتاجه فعلا ناس تحقق مطالب الثوره ومطالب الشعب؟ دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، احنا بنقول للاحزاب اتقوا الله، بنقول كويس للنخبه السياسيه اللي هم ليين الفضائيات اتقوا الله، بنقول للمجلس العسكري كويس اتقوا الله. البلد دي ليها حقوق وامانه في رقبتكم كلكم، لازم ترجعوا الشعب كله لينا، لان السلطه من الشعب.
طب في رايك لو تم تشكيل حكومه جديده بصلاحيات، هل ممكن ان يعني تشكيل هذه الحكومه يهدئ الشارع في التحرير ويعود الشباب مره اخرى الى بيوتهم؟ بص حضرتك، الموضوع مش موضوع سلطات بس، الموضوع ان احنا نشوف فعليا تنفيذ كويس مطالب الشعب. انت تديني سلطات وما تنفذليش المطالب. ايه اهم مطلب للشعب في رايك؟ العداله الاجتماعيه حضرتك، الحريه حضرتك يا فندم. كويس، انت دلوقتي لما بتيجي تقول حريه، كويس، بتقول هنا في ميدان التحرير بس، دلوقتي بقى مش في ميدان التحرير بس، يعني حتى منعوا الحريه عن ميدان التحرير، يبقى انت بتطالب ايه؟ مستني ايه تاني؟ كويس، اذا كان الرمز اللي احنا اصلا بدانا بيه من يوم 25 اتمنع عنه الحريه، بعد كده هنطلب منين الحريه؟ شكرا. شكرا. اذا هذه كانت اراء من يقف الان في ميدان التحرير حول قرار ان الحكومه قد قدمت استقالتها للمجلس العسكري. هم هذه هي كانت ارائهم من داخل ميدان التحرير.